الآن الوقوف على آخر التطورات في غزة، يحدثني من رفح تحديدا جنوب القطاع مراسل الحدث محمد عوض. محمد، تحية طيبة، أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة. إذا نعم، عمليات الخطف والاختفاء القسري مستمرة، القصف أيضا، نتابع وإياك آخر التطورات الميدانية من عندك. نعم، بالفعل قصفت طائرات إسرائيلية قبل قليل منزلا سكنيا إلى الشرق من مدينة خان يونس، وهي في المنطقة الواقعة بين مدينتي رفح وخان يونس، حيث تم استهداف المنزل من قبل الطائرات الإسرائيلية، مما أدى إلى وقوع ضحية وأكثر من 15 إصابة تم نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي. أيضا صباح هذا اليوم كثف الجيش الإسرائيلي قصفه لعدد من المنازل المدنية والسكنية تحديدا في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس وبلدة القرارة إلى الشمال من محافظة خان يونس، بالإضافة إلى تطور لافت اليوم حيث استخدمت إسرائيل طائرات مسيرة تسمى كواد كابتر، وهي تحمل رشاشات نارية، قامت بفتح هذه الرشاشات اتجاه بعض المدارس إلى الشرق من مدينة خان يونس، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا من بينهم طفلتين، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر الطبي، حيث هذا القصف وهذا الاستهداف تسبب في حالة ذعر وحالة تخوف كبيرة لدى المواطنين ممن كانوا داخل مدارس الأنور وينزحون ويهربون من القصف في أماكن سكنهم تحديدا في المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة. فيما يتعلق بالعمليات الاعتقال تحديدا التي تحدثنا عنها قبل قليل، أين تتركز هذه العمليات؟ نعم، العمليات العسكرية تتركز في مناطق متفرقة من قطاع غزة، لكن الأكثر ذراوة في حجم النيران والاشتباكات هي في منطقة خان يونس في هذه اللحظات. وقبل قليل اندلع اشتباك عنيف بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حيث استهدفت الفصائل عدد من الدبابات الإسرائيلية، وأيضا في محور منطقة الشجاعية تحدث اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي بين الفينة والأخرى. قبل حوالي ساعة من الآن أطلقت آخر رشقة صاروخية من قبل الفصائل الفلسطينية اتجاه المستوطنات القريبة من قطاع غزة، دوت صافرات الإنذار، وحاولت منظومة القبة الحديدية اعتراض بعض الصواريخ التي أطلقت لكنها فشلت في ذلك. قبل الحديث على المستوى الإنساني معك محمد، مرة جديدة نعود إلى عملية القصف ولا سيما الغارات، كيف يمكن وصف وتيرة هذه العمليات في الفترة الأخيرة؟ نعم، اليوم شاهدنا انخفاض في وتيرة الغارات، لكن تتركز الغارات على مناطق التوغل ومناطق الاجتياح البري الذي يحدث في مدينة خان يونس على وجه الخصوص، حيث كثفت إسرائيل قصفها لعدد من المنازل السكنية والبنايات تحديدا في منطقة وسط مدينة خان يونس، حيث وصلت الدبابات الإسرائيلية قبل قليل إلى محيط بلدية خان يونس وسط إطلاق نار كثيف وعنيف من قبل الدبابات الإسرائيلية التي واجهت الفصائل الفلسطينية في اشتباكات ضارية منذ ساعات صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة، والقصف الإسرائيلي متواصلا على تلك المناطق والتي تشهد توغلا بريا، انخفاض في مستوى الغارات على صعيد مدينة رفح. آخر غارة كانت على مدينة رفح هي في عصر أمس، حيث استهدفت إسرائيل منزلا سكنيا مما أدى إلى وقوع 8 ضحايا وأكثر من 20 إصابة. المستوى الإنساني تحديدا على هذا المستوى نتحدث الآن، ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع الطبي، معظم المستشفيات في قطاع غزة كما هو معلوم باتت خارج الخدمة، بعضها محاصر محمد والبعض الآخر يحاول العودة إلى طاقته الاستيعابية، كيف يمكن وصف هذا القطاع تحديدا الآن في غزة؟ نعم، المنظومة الطبية أصبحت تواجه خطرا كبيرا خاصة في ظل التوغل البري لمدينة خان يونس، هناك مخاوف كبيرة من وصول القوات الإسرائيلية إلى مستشفى ناصر الطبي والذي بداخله عدد كبير من الجرحى وأيضا المرضى والأطفال الخدج الذين هم في حضانة مستشفى مبارك وهي مجاورة لمستشفى ناصر الطبي، حيث تندلع اشتباكات كما تحدثنا، والجيش الإسرائيلي يتقدم نحو هذه المشفى أو نحو محيط هذا المشفى. هذا
تسبب مخاوف كبيرة لدى المنظومة الصحية، لكن عن الأوضاع الصحية داخل مشافي قطاع غزة التي ما زالت مستمرة في العمل مثل مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى أبو يوسف النجار، وهذا المشفى مشفى الكويتي، وهو المشفى الذي يعمل ضمن الطوارئ، وتم إنشاء بعض أقسام الطوارئ في هذا المشفى ليتم التعامل مع بعض الجرحى التي يتم وصولهم ونقلهم إلى مستشفيات قطاع غزة. مستشفيات مدينة رفح على وجه الخصوص تشهد انخفاضا حادا في الوقود، وأيضا نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى ضرورة مناشدة الدول من أجل إنقاذ المنظومة الصحية. محمد، مستشفى كمال عدوان تم اعتقال 72 من كوادرها، ما هي ملابسات هذه عملية الاعتقال هذه؟ نعم، مستشفى كمال عدوان يتعرض لقصف عنيف منذ أسبوع ووقع تحت الحصار الإسرائيلي لأكثر من 5 أيام متواصلة. الدبابات والقناصة الإسرائيلية تمركزت على طول المنطقة المؤدية إلى هذا المشفى منذ ساعات صباح أمس حتى الآن، والجيش الإسرائيلي يقوم بعملية اعتقال للشبان للنازحين أيضا الذين كانوا داخل هذا المشفى وسط إجراءات أمنية صعبة ومعقدة. يتم يعني التفتيش في هوايا الشبان والمواطنين واقتيادهم للتحقيق الميداني، ثم خلع ملابسهم ونقلهم إلى المناطق القريبة من قطاع غزة داخل الحدود الإسرائيلية. هذه الاعتقالات تزامنت أيضا مع قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى كمال عدوان ولعدد من المنازل السكنية التي تتواجد في محيط هذا المشفى. أود الإشارة هنا إلى أن مشفى العودة أيضا هو الآخر الذي يقع في شمال قطاع غزة، يقع تحت القناصة الإسرائيلية، وتقوم القناصة بإطلاق النار على كل من يتحرك ويدخل ويخرج من هذا المشفى، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا على بوابة هذا المشفى قبل اليوم من القصف الإسرائيلي المتواصل على تلك المنطقة. حدثنا من رفح تحديدا مراسل الحدث محمد عوض، شكرا جزيلا.